السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي فضائيات صلاح الدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. ضيفي لهذه الحلقة هو السيد خالد جسام الخزرجي، أمين عام مجلس محافظة صلاح الدين. أهلا وسهلا بك أستاذ خالد. حياكم الله وأهلا وسهلا، وأهلا بقناة صلاح الدين العزيزة علينا حقيقة، واللي كان لها تواجد كبير في محافظة صلاح الدين وكانت تنقل الأخبار اللي تسر المحافظة. نعم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. نعم، أهلا وسهلا بك مرة أخرى أستاذ خالد. يعني لو بدأنا معك من موضوع المؤتمر الذي انتهى توا في محافظة صلاح الدين الذي يخص نقل الصلاحيات والوظائف من المركز إلى المحافظات غير المنتظمة بإقليم وفق قانون 21 لسنة 2008 طبعا المعدل، فكيف تحدثنا عن هذا الموضوع؟ حقيقة هذا الموضوع هو موضوع يفترض أن يكون مو اليوم، الموضوع من 2008 عندما صدر قانون مجالس المحافظات. نعم. هو نقل الصلاحيات كاملة إلى المحافظات اللي هو اسمه اللامركزية الإدارية. نعم. لكن مع الأسف الشديد هو يعني حكومة المركز حكومة بغداد تأخرت في هذا الموضوع، وبالتالي سوت إرباك للعمل الإداري للحكومات المحلية في كل المحافظات. الآن الحمد لله والشكر بعد تسلم السيد رئيس الوزراء الدكتور العبادي لرئاسة الوزراء حرك هذا الموضوع بنقل الصلاحيات للمحافظات. نعم، هناك بعض السلبيات في هذا الوقت، الظروف فيما يخص محافظاتنا الساخنة اللي اليوم كانت مغتصب جزء كبير منها، واليوم الحمد لله والشكر تحررت إلا بقى شيء قليل جدا من الساحل الأيسر. يراد تعب ويراد جهد لهذا الموضوع، لأن اليوم نقل الصلاحيات من 8 وزارات إلى المحافظة يعني حمل كبير على المحافظة. احنا مؤيدين لهذا الإجراء الصحيح والسليم واللي يفترض يكون من عام 2008 أو عام أو 2009، لكن تأخر إلى عام 2016. مع هذا نقول هذا قرار شجاع وقرار جريء يخدم أبناء محافظة صلاح الدين، وإن شاء الله احنا كمجلس محافظة راح نكون سند وعون إلى المحافظ لتطبيق هذا القانون في المحافظة من خلال نقل الصلاحيات من قبل 8 وزارات إلى المحافظة. نعم. هل ترى سيد خالد أنه هذا هو الإجراء الصحيح الذي يفترض أن تسير عليه الدولة العراقية في هذا الظرف، أم أن البعض لا زال ينادي بقضية الأقاليم؟ فهل تعتقد أن هذا هو الحل الأصلح، توزيع صلاحيات؟ لا، بكل تأكيد هو اللامركزية الإدارية يعني إقليم إداري بعنوانه، لكن العنوان الرئيسي هو حكومة محلية منقولة الصلاحيات إلها من بغداد، يعني إقليم إداري يدار العملية تدار بهالطريقة هاي. محافظة أدها يعني شلون نقول مصانع زراعة تجارة، تقدر أن تفرض رسوم وفق المواد اللي موجودة، ضرائب لخدمة أبناء المحافظة، هذا وفق اللامركزية الإدارية. احنا قبل كم يوم كان عندنا اجتماع في بغداد برعاية رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الأقاليم والمحافظات فيما يخص اللامركزية الإدارية، كل المحافظات كانت حاضرة، كان رئيس المجلس في سفر، كنت أنا أمثل رئيس المجلس في هذه الجلسة، الكل متفقة، وكان دعم من الرئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري إلى هذا الموضوع، دعم كبير جدا ومؤيد تأييد كامل. ومن خلال الحديث اللي جرى بيننا وبين رئيس مجلس النواب قال احنا ذا نبقيها، يعني احنا نريد نسوي لا مركزية، بالتالي كان اكو قرار لإلقاء مجالس الأقضية والنواحي بالقانون الجديد، قال هم راح نرجعها لعد مركزية وتعيين، وهذا احنا ما نريد يصير لا مركزية إدارية لخدمة أبناء المحافظة. أهل المحافظة هم أعرف وأدرى بما موجود بمحافظتهم. احنا صلاح الدين محافظات المهمة جدا استراتيجية، نفط، مصانع زراعة، بها عقليات يعني كبيرة جدا، بها عقول نيرة تقدر أن تستثمر هذه المجالات من أجل أن تنهض بواقع المحافظة. واقع المحافظة اليوم مزري جدا، خصوصا ونحن دخلنا في مرحلة تحرير بالبداية دخول عصابات داعش إلى صلاح الدين وبعدها محارك تحرير، اليوم بنى تحتية محطمة، أيضا حكومة المركز اليوم بدأ التمويل ضعيف جدا إلى المحافظة، بل لا يذكر قياسا إلى ما تحتاج المحافظة من بنى تحتية ومستشفيات
بكل مجالات المحافظة. نعم. طيب يعني أستاذ خالد، أنت قلت أنه هذا الموضوع سيشكل عبء كبير على المحافظة، يعني هل لديكم الاستعداد للتصدي لهذا الموضوع؟ نعم، والتعامل معه؟ نعم بكل تأكيد لدينا الاستعداد، لأن هذا هو المنقذ الوحيد للمحافظات من أجل أن تنهض بواقع حل الخدمي. وأنا اقترحت في خلال الجلسة اللي صارت مع رئيس مجلس النواب بأن إذا يشوفون بعض الوزارات اللي هي على قول تهنم تشلبة ما تريد تنقل الصلاحيات، أكو أمور لعله أمور تخص الوزارة وما تريد تنقلها، وأنا أعتقد يدخل في باب من أبواب التعيينات والفساد وما إلى ذلك، وما تريد تنقل كل الصلاحيات، تنقل يعني جزء من الصلاحيات المحافظات، احنا نريد نقل كامل للصلاحيات. سنعمل جاهدين من أجل تذليل الصعاب ومن أجل أن نهيئ كل الأجواء لمديريات عامة بالمحافظة، وراح تخدمنا احنا كتعيينات، دوائرنا راح تنهض بواقعها. أنا اقترحت حقيقة مقترح إلى سيد رئيس مجلس النواب وللحاضرين بأن إذا شافوا بأن احنا ما عندنا الخبرة الكافية، يعني كمدراء دوائرنا وموظفيننا ما عندهم الخبرة الكافية، ممكن يسوون معايشة من قبل المديريات العامة اللي تخص الوزارات، تجي تدرب يعني لفترة وجيزة ممثلين عن كل وزارة تجي بالمحافظة، وكل من واختصاصه تدرب الموجودين لأجل أن يمارسون العمل. وأنا في تقديري الكل جاهزين وقادرين، موظفين اللي موجودين، مهندسين، رئيس مهندسين أقدم عندنا، ومهندسين وقانونيين وحقوقيين وأطباء، وعندنا أيضا يعني دكاترة على مستوى اليوم، دكتور بكل الاختصاصات يقدر يدير هذه العملية، ومو صعبة، وهو المنقذ الوحيد للمحافظات، وما فيها محافظتنا، محافظتنا غنية بأشخاص، موارد بشرية وموارد مالية مادية. موجودة مادية في المحافظة. طيب. غنية بهذا الاتجاه، فبالتالي تنجح إن شاء الله. نعم، إذن كيف يعني تفسر هذا التناقض؟ يعني هناك مماطلة في نقل الصلاحيات من قبل بعض الوزارات كما ذكرت وأسلفت، ولكن أيضا كيف لهذه الوزارة التي يماطل وزيرها أو من هم مسؤولين فيها بنقل هذه الصلاحيات، وتريد منهم الآن أن يأتوا إلى المحافظة ويدربوا الكوادر ويعطوهم الصلاحيات؟ إذا كانوا جادين فعلا لبناء عراق فلازم يعملون بهذا النفس. يعني هي قضية ليست اختيارية يا أستاذ خالد، هو قانون مشرع من قبل البرلمان، فلماذا لا يطبق يعني؟ اي هو قلت لك الوزراء ما يريد ينقلون كل الصلاحيات، جزء من الصلاحيات اللي متعبة للمحافظة ما تدر بشيل المحافظة، ولكن احنا نطالب بنقل الصلاحيات بالكامل. الوزراء يا اما من باب ان يبقون متسلطين على مجالات العمل الدوائر اللي مختصة بهم، يا اما ينقلون كل الصلاحيات، وإذا يكونون جادين الوزير الفلاني إذا يكون هو رجل وطني يحب العراق ويحب أن يخدم محافظاته، عليه أن يخطي هاي الخطوة. إذا يشوف خلل في دوائر المحافظات فعليه أن يدس كادر لتدريبهم أو التعايش معهم لفترة قصيرة جدا، وبالتالي هم يمارسون ويقدرون أن يديرون دوائرهم بصورة صحيحة. واليوم عندنا مديرية التربية ومديرية الصحة، نعم هناك تلك بعد الأحداث الأخيرة اللي صارت، بعد التقشف اللي صار، بعد أن الإمداد التمويل المالي صار ضعيف جدا، عندنا مشاكل، لكن مديريات عامة دائرة عملها، هيئة الاستثمار أيضا مديرية عامة ودائرة عملها بصورة صحيحة. واليوم نرى في هيئة الاستثمار شيء إن شاء الله يفرحنا في المستقبل، مطار صلاح الدين إن شاء الله على الأبواب، اكتملت كل أوجه التعاقد مع الشركة المنفذة، وإن شاء الله على الأبواب راح يكون واقع حال ومطار يخدم المحافظة كثير جدا. هل تعتقد يعني أنه للأحزاب دور في عرقلة نقل الصلاحيات؟ في صلاح الدين الأحزاب ما لها دور كبير، لكن هناك شخصيات سياسية مؤثرة في القرار لها دور في نقل الصلاحيات. لكن أنا رأيت السيد رئيس مجلس النواب يعني جدي ومهتم في نقل الصلاحيات، رأيت رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات أيضا مهتم جدا في نقل الصلاحيات، وحسب ما ذكر رئيس مجلس النواب الدكتور سليم بأن كل مجلس النواب عنده نية صادقة وصحيحة لنقل الصلاحيات. نتأمل أن تكون هذه الطروحات حقيقية من أجل خدمة المحافظات. نعم، وفق ما
رشح من المؤتمر الذي عقد توهن في محافظة صلاح الدين حول نقل الصلاحيات، تم تحديد موعد الأول من كانون الثاني عام 2017 كموعد نهائي لنقل هذه الصلاحيات بالكامل للدوائر المعنية بهذا القرار. يعني كيف ستتعاملون مع هذا الموعد؟ احنا قلت لك كمحافظة مستعدين، ليس اليوم، نعم احنا مستعدين قبل سنوات لنقل لقبول هذا القرار وبالتالي التعامل معه، لأن هذا هو القرار الوحيد المنقذ إلى المحافظات. أنا سبق وأنا أسلفت وتكلمت بهذا الموضوع. فإحنا الموعد موعد واحد كانون مقبول، ويفترض على الوزراء جميعا أن يستعدوا لنقل الصلاحيات، لأن كفانا تهميش وكفانا إقصاء وكفانا تلاعب بمقدرات شعبنا العراقي. اليوم يشوف الويلات والضيم من خلال ما جرى بالعراق. النسيج العراقي لابد أن يلتئم ولابد أن يعمل على خدمة أبناء العراق. احنا اليوم كنا متهمين، ولكن احنا ما علينا إلا المطالبة لهذه الأمور، ونقدر أن نخدم شعبنا من خلال نقل الصلاحيات، لأن تصير عندنا صلاحيات مطلقة بهذا الجانب، وبالتالي نقدر نوفر المال الكافي يعني ترميم ما تدمر من خلال عصابات داعش ومن خلال جراء العمليات الحربية. طيب الآن قلت أنكم مستعدون كمحافظة، كإدارة محافظة، للتعامل مع هذا الملف منذ سنوات. يعني هل كانت النقاشات أو ما تقومون به من فعاليات تجاه هذا الموضوع فقط في مجلس المحافظة وإدارتها، أم شكلتم لجان لهذا الغرض؟ لجان كاملة، كل لجان المجلس، كل من واختصاصه مع الدوائر المعنية، اكتملت كل ما يعني ترتيباته وما نحتاجه. إضافة إلى ذلك كانت ورشات عمل كاملة، منظمات المجتمع المدني حقيقة اللي تعاوننا بهذا الجانب من خلال خبراء لهذا الجانب، ورشات عمل عديدة حضرها ممثلين عن مجلس المحافظة وعن المحافظة وعن دوائر المحافظة، واليوم يمتلكون الخبرة في هذا الجانب. وآخرها أنا كنت يعني ممثل عن المجلس في يعني باعتبار رئيس اللجنة المالية والإدارية في مجلس المحافظة، أيضا حضرت ورشة عمل حضرها طورهان المفتي، وحضرها دكتور من كندا، تجربة الكندية نفسها يريد ينقلوها بالعراق، لأن تتناسب مع حجم السكان ما بين ذيك الدولة ودولة العراق، بين الطيف الموجود العراقي، أيضا هناك عندهم طيف كطيف العراق. فالدكتور حكى وتكلم واستمعنا له ونقلناه إلى المحافظة، وكانت أيضا يعني طروحات راقية جدا في نقل الصلاحيات. واليوم احنا أنا أقول لك المحافظة كمجلس وكمحافظة مستعدة استعداد، وعدها القدرة والقابلية والأجواء المناسبة لإكمال هذا المشروع أعتبره حيوي ومنقذ إلى محافظة صلاح الدين. طيب ما هي سبل الدعم؟ يعني هو المكلف بهذه القضية بشكل مباشر هو السيد محافظ صلاح الدين، يعني ما هي سبل الدعم المقدمة من خلالكم كمجلس محافظة للسيد المحافظ؟ المحافظ إلى صلاحيات مطلقة باعتباره محافظ. احنا كمجلس المحافظة نعمل بالتنسيق والتشريع القوانين المهمة اللي تخدم المحافظة فيما يخص هذه الدوائر. ما علينا احنا إلا أن نشرع وتصير عندنا صلاحيات بالتشريع، وأكو مادة 25 هي هذه من حق مجلس المحافظة أن يشرع قانون الضرائب والرسوم وما إلى ذلك ما نراه مناسب. وإحنا قبل فترة صوتنا على قرار للبلديات، هو قانون الخدمة البلدية على الوحدة السكنية 5000 دينار، وعلى أكو معاملات أيضا 1000 دينار، وهذا ضمن حدود البلدية، ها حتى لا نطلع يعني مو عام في محافظة صلاح الدين، القرى والأرياء اللي خارج البلدية ما مشمول، ضمن حتى نخدم أبناء داخل حدود القصبات البلدية. وهذا القانون صار إن شاء الله بس يعني بداية السنة راح يصير واقع حال، وراح تقدر البلدية تستثمر هذه المبالغ من خلال لجان تشكلت في مجلس المحافظة ورئاسة المحافظ ودوائر المعنية بهذا الموضوع، دوائر البلدية. وكذلك أشركنا، يعني أنت تتحدث عن موضوع الجباية، الجبايات صح؟ نعم هذا بنقل الصلاحيات راح تصير عندنا صلاحيات أوسع. يعني اليوم المواطن يعاني ما يعاني،
يعني فقط هي تحصيل الموارد للمحافظة فقط من باب الضرائب أم هناك موارد أخرى بالمحافظة؟ كيف ستستثمرون هذه الموارد؟ لا أكيد اليوم عندنا قلت لك المحافظة صلاح الدين محافظة استراتيجية. اليوم عندنا النفط وعندنا معمل أسمدة وعندنا مصافي اليوم موجودة، نعم صابها ما صابها من أذى كبير، لكن عندما تصير الصلاحيات عندنا نقدر نستثمر أمور هواية. نقدر إذا اشتغل عندنا مصفى الصينية راح نقدر نشغل باقي المصافي من خلال مصفى الصينية، ومصفى الصينية حسب المعلومات الموجودة ممكن بأشياء بسيطة يشتغل إذا عاونتنا وزارة النفط، إذا صار نقل صلاحيات إن وزارة النفط السيادية تدري بها طبعا، فإذا عاونونا نقدر نستثمر وبالتالي نخدم العراق. مصفى بيجي كان يعني خادم العراق 60% من المنتوج المنتوجات النفطية بكل أنواعها. إذا إضافة للزراعة اليوم في عام 2013 صلاح الدين طلعت الأول على العراق منتوج الحنطة والشعير. اليوم عندنا المزروعات اليوم صلاح الدين بها البساتين وبها المخضر بأشكاله وألوانه، أرض خصبة عندنا. نعم، إذن كيف تستثمر يعني هذه الموارد؟ من خلال تشريع يعني قوانين من مجلس المحافظة إلى المحافظ، وبالتالي تستثمر هذه المقدرات اللي موجودة في صلاح الدين. يعني هل ستكون هذه الموارد يعني تصب في مثلا قضية الرواتب، هذه الدوائر التي يعني نقلت صلاحياتها إلى المحافظة حتما أن رواتبهم ستكون من إيرادات المحافظة؟ هذه تشغيلية من المجلس الوزراء العراقي، هاي تبقى مرتبطة في الموازنة العامة التشغيلية، كرواتب موظفين إلى المحافظة. لكن فيما يخص البناء الإعمار الخدمات ممكن نستثمر هذه من خلال الصلاحيات المطلقة للمحافظة لأجل خدمة المحافظة، ومو بالشكل العام والهمج. أكيد ضمن قوانين نبدأ نشرحها ونشتغل عليها ضمن مواد بالدستور العراقي، مو نجي ولا صارت خلاص وانعزلنا، ما كنا زال مرتبط بالمركز. أنت تبقى كإشراف يعني المركز سيشرف أكيد أكيد مجلس النواب مشرف على مجلس المحافظة. نعم، وبالتالي رئيس مجلس الوزراء العفو مرتبط بالمحافظين والمقامين، محافظ مرتبط بالوحدات الإدارية وهكذا. ما ممكن احنا نكون في يعني بعيدين عن الحكومة المركز، لكن عندنا تصير صلاحيات مطلقة باستثمار مواردنا الموجودة سواء البشرية والمادية من خلال تشريع قوانين ضمن صلاحيات الدستور العراقي اللي يعمل به الآن. بينما قبل نقل الصلاحيات احنا كمجلس ما عندنا اي صلاحية في تشريع اي قانون يتعارض مع الدستور العراقي فيما يخص صلاحيات مجلس المحافظة. هذا القانون اللي هو يتيح الى مجلس المحافظة تشريع قوانين لخدمة المحافظة من خلال الموارد الموجودة عندنا يتماشى مع الدستور العراقي. هناك يعني موارد معينة وهناك منتجات معينة تخرج من محافظة صلاح الدين إلى محافظات أخرى، المحافظات المجاورة. نعم. يعني هناك مواد إنشائية مثلا. نعم. تخرج إلى خارج محافظة صلاح الدين، كيف سيتم التعامل مع هذا الأمر؟ هذا في حالة فرض الرسوم أكيد العراق واحد، ما ممكن اليوم أنت تفسخ محافظة عن محافظة. احنا اليوم نعمل كعراق متمثل بالمحافظات الموجودة كلها. الموارد الموجودة ضمن المحافظات حسب الوزارات السيادية تبقى مرتبطة بالمركز. نعم قطعا، يعني ما بيها مجال. احنا صلاحياتنا وفق الدستور العراقي لهذا القانون اللي هو 2008 21 ل 2008 راح يجيد لنا صلاحيات مطلقه بتشريع قوانين نخدم بها محافظتنا من خلال فرض رسوم جبايه، وهذا كله ببصولات رسميه ولجان تكون من المحافظه والمجلس ودوائر المستفاده من هذا الموضوع. فمن خلال هذا اللي تفضلت به كحكومة مركزية أكيد جزء يعبر إلى المحافظات حسب الحاجة وحسب الصلاحيات اللي موجودة لدى حكومة المركز، والجزء الباقي اللي نسبة راح تبقى للمحافظة حسب الصلاحيات. شون كنا البترودولار نتعامل وياه؟ المحافظة المنتجة إلى خمسة، المحافظات الما منتجة ينطوها جزء من المحافظات المنتجة. واحنا بقيتها ضيعنا الخيط والعصفور صلاح الدين. نعم. في سنة 2014 ذيك السنة صار القرار علينا خمسة بترول، دخل داعش راح علينا الأول والتالي. كانت موازنة ضخمة بال 2014 لو لا دخول عصابات داعش للمحافظة.
نعم. أستاذ خالد، سننتقل إلى موضوع آخر بعد أن نأخذ فاصل قصير إن شاء الله. فاصل مشاهدين الكرام ثم نعود إليكم. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في برنامج لقاء خاص عبر فضائيات صلاح الدين، ومعي في هذا اللقاء السيد خالد جسام الخزرجي الأمين العام لمجلس محافظة صلاح الدين. أهلا بك مرة أخرى أستاذ خالد. تحدثنا كثيرا يعني قبل الفاصل عن موضوع نقل الصلاحيات والوظائف إلى المحافظات وفق القانون 21 لسنة 2008 المعدل. هناك موضوع آخر يعني شائك في محافظة صلاح الدين، وطبعا هو مرتبط بما جرى من أحداث ودخول لداعش الإرهابي في عدد من المناطق من محافظة صلاح الدين وتخريبها. يعني أين وصلت المصالحة العشائرية في هذا الموضوع؟ فيما يخص المصالحة العشائرية لدى أبناء محافظة صلاح الدين، أي مشاكل عشائرية بمعنى اللي تعني هاي الكلمة الحمد لله ماكو، لكن هناك عوائل انطت شهداء هواية. نعم. ضمن هذه المناطق اللي تم اغتصابها من قبل داعش وبقت صامدة لهذا اليوم. وبعد تحرير المحافظة أنا شخصيا كنت حاضر وأعمل على عودة جميع العوائل البريئة من النازحين ابتداء من جنوب المحافظة إلى الشمال، وكن الساعي بكل طرح طرحته من خلال الإعلام بأن صلاح الدين ما بها عشيرة صارت داعش على الإطلاق، بس هناك أفراد من عشائر وكل العشائر انتمت إلى هذا التنظيم الإرهابي التكفيري اللي راد الرجوع بالعراق إلى ما قبل الإسلام إلى عصر الجاهلية، لأن فكر متطرف يقتل ويدمر ويغتصب ويخرب كل ما موجود. عشائر صلاح الدين كلها متآلفة، وهناك طيف اجتماعي رائع جدا في صلاح الدين، وأنا دائما أتكلم وأقول صلاح الدين عبارة عن عراق مسكر، اليوم فيه الشيعة والسنة والكراد والتركمان وحتى المسيح اليوم ترى عندنا بس أفراد موجودين في صلاح الدين، يعني طيف متعدد وأكو تآلف ونسيج يعني مشترك بين الكل. الطائفية بال2006 و2008 كانت في أوجها في صلاح الدين ما صارت، أكو تقبل من كل الأطراف الموجودة بكل الموجودين، يعني طرف يقبل الطرف الثاني وطيف يقبل الطيف الثاني وأي مشاكل ما عندنا. لكن بعد أحداث داعش أفرزت الكثير، ونعم هناك مشاكل كثيرة وهناك عوائل تأذت من هذا التنظيم الداعشي وأعطت دماء وشهداء، ووقفوا بالضد لعودة المناطق اللي تم تحريرها، ولكن الحمد لله والشكر بوجود الناس الخيرين العقول النيرة والناس الطيبين الكل عملت على ترطيب الأجواء، واليوم الحمد لله والشكر يعني احنا كمجلس محافظة وقفنا مع الكل. اليوم يثرب بدأت تعود والحمد لله. بقت عندنا مناطق في عزيز بلد وهذه المناطق والسيد غريب ومناطق بعد حاليا عادت جزء في السيد غريب، عودنا جزء وأنا شرفت على عودتهم، لكن بقى أيضا جزء أكبر إن شاء الله قادم الأيام ستنتهي العملية بالعودة للجميع. عندنا مشاكل بأطراف بلد لا زالت، والكل تعمل على ترطيب الأجواء من أجل أن يعودون في المستقبل، واحنا دائما نؤكد العوائل البريئه اللي ما متلطخه ايدها بالدم ما منتميه الى هذا التنظيم، دفع الثمن هذا التنظيم المتطرف، واليوم هي نازحه وبعيده عن مناطقها. كذلك عندنا في الطوز سليمان بيق وبعض المناطق، وكنا البارحه في حديث في هذا الموضوع، وايضا قضاء البيجي اللي لا زال اهله ما عادوا بعد تحريره صار اكثر من سنه. احنا عندنا في هذه الجلسه ان شاء الله عندنا دائما جزء من هذا لوضع النازحين ووضع العائدين، وراح نناقش، واعتقد باكر راح نصوت على قرار نخلي بيه وقت زمني
لعودة هذه العوائل إلى قضاء بيج وإلى هذه المناطق، وأعتقد راح نسوي بتاريخ محدد نطالب رئيس الوزراء بعودة هذه العوائل إلى هذه المناطق لممارسة حياتها الطبيعية، ولأن أن يبقون مع المحافظة، اللي احنا هم نخاف على هن اللي خارج المحافظة اللي هم أبرياء، هم بعدين راح بعد طول وقت راح يكونون هم بالضد من أهلهم وناسهم. نعم. وهذا العمل لازم نعمل عليه ونعودهم بأسرع وقت من أجل أن تترطب الأجواء وأهلنا يعيشون بسلام وأمن. وأني نسيت أنا أقول لك، معركة صلاح الدين سميتها معركة اللحمة الوطنية. ابن الوسط وابن الجنوب وابن المحافظات قاتل مع ابن صلاح الدين بخندق واحد. بالتأكيد يعني اختلط الدم العراقي في محافظة صلاح الدين، والحمد لله والشكر تحرت بوقت قياسي. نعم. يختلف عن باقي المحافظات. نعم. وكان تفاهمات ما بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية والحكومة المحلية كانت رائعة جدا. نعم. وهناك تجاوب من جميع الأطراف. نعم هناك بعض المسيئين موجودين حتى بالقوات الأمنية اليوم موجودة، لكن ما ينسحبون على المسمى العام كحشد شعبي. وإحنا عملنا على ولازلنا نعمل مع الجميع من أجل الحفاظ على أمن المحافظة. وأكو قضية مهمة جدا. نعم. اليوم بعد التحرير ترى المحافظة على النصر مطلوب، لأن داعش تنظيم مسهل، فعلينا اليوم كنا نتعاون لأجل أن نحافظ على النصر اللي يتحقق، لأن العبرة مو سهلة لأهلنا بصلاح الدين. أنا قبل فترة سويت اجتماع على مستوى مختارين قضاء تكريت مركز المحافظة، وإحنا قبل سوينا على مستوى قضاء بلد والدجيل وباقي الأقضية، لكن أنا سويته في تكريت متقصد، وكان حاضر قائم مقام تكريت ورئيس مجلس تكريت ومدير مكتب استخبارات تكريت حاضرين ومدير شرطة تكريت، وحثينا الأخوة المختارين يتحملون المسؤولية، لأن الأمن المواطن جزء من الأمن وعليه أن يتحمل مسؤوليته، وهو عانى الكثير من خلال التهجير اللي صار والنزوح، وعليه أن يتعاون مع الدولة. واليوم عندنا أجهزة أمنية نشطة جدا وإن شاء الله متفاعلة ومتعاونة مع الكل، واللي نعم هناك بعض الشخصيات لعلهم ظلمت أو تظلم، لكن احنا كل إنسان مظلوم نقفله، وإن شاء الله نرفع الظلم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الموجودة، وترجع المحافظة من شمالها جنوبها محافظة إن شاء الله أبية ومحافظة متآلفة، وطيف إن شاء الله مجتمعي وعشائري كبير جدا. أرجع لسؤالك بأن إحنا ما عندنا مشاكل عشائرية بمعنى ومستوى هذا الكلام، عندنا بعض المشاكل من عوائل تضررت، ونحن هم ننطيهم الحق ونقول هذه العوائل دفعت هذه الدماء لأجل شنو، واليوم لابد أن ننطيهم حقوقهم، منطينا بعض الحقوق لكن حقوق لا تكفي على المستوى اللي عندنا، مستوى المالي اللي موجود المحافظة، المادي اللي موجود مستوى المحافظة، لكن نعمل جاهدين لأجل إرضاهم أكثر من ما يتصورونه من خلال يعني التوفيق في مطالب بعض الأخوة الموجودين، وإن شاء الله احنا نعمل على ذلك منذ البداية وإلى الآن مستمرين بهذا العمل لأجل تنفيذ بعض المطالب اللي أرادتها، ومطالب يعني مطالب شلون نقول ضخمة وما تصير، مطالب بسيطة جدا يعني ترطيب أجواء أكثر والأقل. نعم يعني كلام مهم يعني تحدثت به عن هذا الموضوع وهذه القضية الشائكة والكبيرة، ومن الضروري أن يكون استماع لمثل هذا الكلام حقيقة. أستاذ خالد يعني برأيك سنبقى في هذه النقطة، يعني هل أن المشكلة تكمن فقط في إرضاء يعني ذوي الضحايا، أم هناك سبب آخر يمنع من عودة بعض المناطق إلى أماكن؟ نلا هو شوف، العوائل اللي أنطت شهداء الحق علينا كبير، حق على الدولة، على الدولة كتعويض وعلى المجلس وكتأهيل أيضا نفسي بالضبط. ومجتمعي. نعم. موضوع اللي تقصد به هذا، إذا أهل الدار وأهل المناطق صار توافق ورضوا، الجهات الخارجية لا تؤثر على القرار. اليوم أنا التقيت بقيادات الحشد الشعبي، نعم، قوات الأمنية، قيادة عمليات سامراء، نعم، الكل متفق على عودة هذه الناس وجسهل عودة هذه الناس. سرايا السلام، مناطق الجزيرة أغلبية ترددوا، عندنا العصائب اللي بقاطع اليثرب ولا زالوا. هذه الأمور كلها الحمد لله والشكر، بدر كذلك في منطقة عايز جهة، أبدا ما عندنا مشكلة، أكو تنسيق ما بين هذه قيادات الحشد والقوات الأمنية والحكومة المحلية.
في عودة النازحين، لكن أكو مشاكل قلت لك إن شاء الله بسيطة جدا في بعض المناطق، إن شاء الله نذلل الصعاب من أجل يعودون، ويعني عادة الكثير الكثير عاد، لكن أكو بقد بالعوائل، ودائما نأكد العوائل البريئة ما تلطقت إيدها بالدم وما اشتركت وما عليها مؤشر أمني على الإطلاق. أي واحد هنا عندنا عليه مؤشر أمني ما لم موجود بمحافظة صلاح الدين، لأن هو من جاب البلاء إلى محافظة صلاح الدين وأبناء محافظة صلاح الدين. اليوم هذا البرد القارس النازحين، يعني أنت تشوف وأنا أشوف والكل يشوف، وضعهم مأساوي، وضع مزري، يعني حقيقة الدموع تسيل على من نشوف طفل ونشوف مسين ونشوف أمرأة ونشوف هذه الحالات اللي من وراء منجة، من وراء هاي الناس اللي ظلت تلعب مشاعر الناس وبالتالي وصلتنا إلى ما نحن عليه. فاليوم عندنا نازحين حتى اللي 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 بالإقليم خارج الإقليم يحن إلى بيته وداره ومكانه. فعلينا أن نسعى مجتمعين بالتنسيق مع الجميع لأجل إرجاع الكل، وأنا أعتقد الأيام القليلة القادمة سينتهي إن شاء الله النزوح في محافظة صلاح الدين وترجع الناس إلى أهلها، لأن الكل تعمل في كل الأقضية في كل الوحدات الإدارية لعودة هذه الناس، ونؤكد الناس المحترمين البريئين اللي ما كان لهم يعني يد في تنظيم داعش الإرهابي، اللي جاب الويلات للعراق، واللي ودانا إلى ما نحن عليه، وإن شاء الله نخلص من هذا التنظيم في الأيام أيضا القادمة وما يبقى إرهاب بالعراق. ونتأمل على سياسيين في بغداد أن يتفقوا ويتكلموا بالتسوية التاريخية والتسوية الموجودة، نتأمل أن إن شاء الله يخلون النقاط على الحروف، يخلون إصبع على الجرح من أجل تسوية فعلا حقيقية تضم كل أبناء العراق من أجل النهوض بالواقع الأمني والخدمي للعراق، لأن كافي ملت الناس، تعبت الناس من قلة الخدمات، من الموت اللي من خلال العمليات الانتحارية اللي جاء طب العراق، فالناس ملت وصار تعب، بدأت تشوفون أنت كل متضجرة، الكل حتى بدأت الحكومات ما تريدها، لأن يقولك شو عملت لي. بالتالي احنا نتأمل من الأخوة الأعزاء اللي أصحاب القرار في بغداد، شيعة وسنة وكراد وكل الموجودين، أن فعلا يسوون تسوية حقيقية تخدم أبناء العراق بكل ما موجود، الطيف العراقي كل ما موجود، ينهون كل المشاكل ويقعدون ويخلون القضاء الفيصل لكل واحد مطلوب ولكل واحد إجا عمل بالعراق، والكل تريد ترجع. اليوم صار كلام عن خارج وداخل، اللي بالخارج بدأ أنا أتأمل كل العراقيين يصيرون إيد واحدة، وكل العراقيين يرجعون إلى الوطن الأم اللي إن شاء الله يحمي الجميع من خلال تسوية، يعني يكملون كل أوجه هذه التسوية بكل مسمياتها بكل عناوينها بكل ما موجودين، أجل أن العراق ويعيش أبناء العراق. اليوم أبنائنا يريدون معدنا إحنا نقدم لهم، بناتنا تريد معدنا إحنا نقدم لهم، أمهاتنا آبائنا الكل تريد معدنا نقدم، لكن إذا يبقى هذا الـ يعني شلون نقول الرؤى المختلفة ما نصل إلى برلمان، لكن الرؤى نريد مجتمع رؤى تخدم العراق وتخص العراق، وماكو فرق بين هذا وبين هذا، وبالتالي إن شاء الله تنجح هذه التسوية، ونحن مع التسوية اللي يتكلمون عنها، وأيضا سنكون مساندين لكل ما يحتاجونه من عندنا كمحافظة. طيب كلام سليم أيضا أستاذ خالد، وأنا أريد طبعا هنا أن أثني على ما تفضلت به أنه الشعب العراقي بالمحصلة هو طيف واحد، ولا توجد هناك مشكلة. يعني نحن تحدثنا عن موضوع العشائرية، ليست هناك مشكلة بين العشائر، لماذا لا نرتقي إلى مسألة القانون وتفعيل القانون ويكون هو الفيصل في حل كل هذه المشاكل والنزاعات التي تحصل؟ يعني مصداقا لكلامك أيضا أنه مدينة بيجي هي من طيف واحد، على العكس من مناطق أخرى كقضاء الدجيل، قضاء بلد، يعني خليط من أطياف الشعب العراقي، الطوز خليط من أطياف الشعب العراقي، لكن البيجي هي من طيف واحد. إذن
يعني انا اريد ان اكد على ما تفضلت بانه القضيه ليست مشكله بين العشائر او بين المكونات. في قضيه بيجي التي يعني اعلنت كمنطقه منكوبه، يعني ما هو السبب المباشر الذي لا يسمح الان بعوده النازحين؟ ومن يقول لك ما اكو ناس من المناطق الشماليه ايضا تعرض بعوده اهل بيجي؟ لماذا يعني ما يعني نريد ان نقف على هذه الاسباب؟ امنيه لربما، يقول لك خاف يرجع الارهاب يتقلقلون ضمن العوائل اللي تعود، وبالتالي يأثرون سلبا على الأمن، لأن لا زال عندنا أمن في شمال المحافظة. لكن احنا كحكومة راح نحدد إن شاء الله باشر وقت أو موعد زمني لعودتهم بتاريخ محدد بيوم محدد، وراح نعلن باشر ونطالب رئيس الوزراء والمعنيين على هذا بأن يعودون أهل بيجي. هم كافي تعبوا وشافوا من خلال نزوحهم، حتى لو نازح بداخل تكريت هو متعب أكيد يرجع لبيته وأهله وعشائر محترمة، حتى لو كان مخرب هو يريد أن يرجع إلى بيته. أهل صلاح الدين، أنا سبق وأنا تكلمت بهذا الموضوع واليوم أعيد مرة ثانية، أهل صلاح الدين اليوم الكل متفق على رفض الإرهاب جملة وتفصيلا. نعم. فأهل بيجي جزء من صلاح الدين. نعم. وعشائر محترمة وعشائر لها تاريخها، وأنا في تقديري أن هذا الدرس بليغ صار، ودرس لعله مر بظروف صعبة وظروف غامضة صار اللي صار. وإلا الآن لاحظ الشباب من يقاتل، هو هم ابن البيجي قاتل، والدماء هم سالت بالبيجي مختلطة، ابن صلاح الدين وابن ومن من من صلاح الدين وحشد وقوات أمنية، وابن بيجي أيضا أنطى دم للدفاع عن منطقته. فإن شاء الله يرجعون، وإحنا نختلف اختلاف كامل مع من يعارض بعودتهم، وإن شاء الله راح يرجعون ضمن هذا الوقت بعونه تعالى. ونتأمل كل اللي يعارضون أن يكونون معنا في هذا القرار حتى نرفع عن معاناة أهلنا النازحين. طيب هل تعتقد أنه هناك من يقول يعني ما مدى مصداقية هذا القول أن القرار في شمال المحافظة سياسي؟ أنا أعتقد أمني أكثر ما هو سياسي. نعم أنا قلت لك أكو شخصيات سياسية مؤثرة على القرار وتوصل معلومات لعله مغلوطة على ما تراه هي هاي الشخصيات، لكن إن شاء الله يرجعون رغم كل الظروف الصعبة، رغم كل هذا التهويل الإعلامي الغير دقيق. الآن أعتقد صلاح الدين الكل مع استقرار الأمن والنظام بالمحافظة بما فيهم أهل بيجي، وإحنا راح نصدر إن شاء الله قرار بهذا الاتجاه، وإن شاء الله نزف البشرة لأهل بيجي بعودتهم. وخصوصا سبق وأن السيد رئيس الوزراء أصدر أمر بعودة أهل بيجي، لكن إن شاء الله بالتنسيق مع القوات الأمنية مع القيادات العجد راح ننسق لأجل إعادة أهل البيجي، العوائل البريئة اللي اليوم هي موجودة هنا بصلاح الدين. أكثر عوائل البيجي اليوم موجودة بصلاح الدين ترى حاليا ضمن الرقعة الجغرافية المحافظة صلاح الدين، سواء بالعلم سواء بتكريت سواء سامرة، هو موجود ضمن هاي الرقعة. فإن شاء الله راح يرجعون بعون الله إن شاء الله. ماذا بشأن عمليات تحرير الشرقات والساحل الأيسر من الشرقات؟ أين وصلت هذه العمليات؟ قبل أيام بدأت عمليات تحرير الشرقات، والحمد لله كانت تسير لكنها متلكئة، يعني كانت تسير وفق خطة مرسومة وخطة سليمة. أولا تريد تحافظ على أرواح الأبطال من القوات الأمنية، الحشد الشعبي، أبناء الشرطة المحلية اللي كان لهم دور بهاي المعركة. عمليات صلاح الدين كانت تقودها قيادة الفريق جمعة، والآن جريح وإن شاء الله راح يعاود بكرة إلى إزاوي العمرة عمله مرة ثانية. أكثر من نص الساحل الأيسر تم تحريره، وإن شاء الله بعد رجوع قائد عمليات صلاح الدين راح يبدون بعملية تحرير ما تبقى من الساحل الأيسر، وإن شاء الله محسوم عسكريا محسوم. هل هناك ارتباط يعني بين ما يجري في الشرقات وما يجري في الحويجة التابعة لمحافظة كركوك؟ أكيد الحويجة. كيف تربط بين الأمرين؟ باعتبار اليوم صلاح الدين الشرقات صايرة مفترق طرق تربط الموصل مع كركوك، والحويجة جزء من كركوك. يعني لماذا تم تخطي يعني قضاء الحويجة وقضاء الشرقات للذهاب إلى عمليات الموصل؟ لماذا لم يكتمل التحرير يعني؟ والله احنا هاي سولفناها وخلال إعلامها حكيناها. يفترض على القيادة العامة للقوات المسلحة أن تستمر بعمليات التحرير ابتداء من الساحل الأيسر للشرقاط من الحويجة باتجاه الموصل، حتى لا تخلي ثغرة وراها ولا تشغل القوات الأمنية اللي وراها، خلها تكون حافظة لظهر القوات الأمنية. نعم. لكن اللي صار صار، قيادة عامة قوات مسلحة ارتأت أن تكون سواء بتدخل خارجي
برؤى مشتركه من قبل القاده المشتركه واتجهوا باتجاه الموصل وان شاء الله موافقين. فيما تبقى من الوقت استاذ خالد اريد ان اسالك عن قضاء الدجيل، هناك مستشفى منذ 4 أو ربما 5 سنوات في قضاء الدجيل لم يكتمل لحد الان، ما هي الاسباب يعني؟ هل لك ان تحدثنا عن هذا الامر؟ قضاء الدجيل مناطق الصامده، قضاء الدجيل مناطق اللي مثلت باخلاق اهلها وناسها باحتضان الكل من محافظه صلاح الدين في وقت النزوح. نعم. كل العشائر اجت بقضاء الدجيل وابوابها مفتوحه للجميع. نعم. قضاء الدجيل تمثل البوابه الجنوبيه لمحافظه صلاح الدين، ولكن يعني حقيقه اهمال في وضع الخدمات لقضاء الدجيل بشكل كبير. كنا نتامل عندما اليوم بها مراكز صحيه فقط، والمركز الصحي مثل المستشفى، كان هناك مستشفى 400 سرير تم الاتفاق عليه في مجلس محافظه صلاح الدين، وتم التصويت على ان يكون 4 مستشفيات الدجيل وسامراء والطوز والدور. بدأ العمل في هذه المستشفيات، استبشرنا خيرا بأن مستشفى 100 سرير سيكون في قضاء الدجيل، وقلت لك قضاء الدجيل صايرة على الطريق الرابط ما بين بغداد ومحافظة صلاح الدين والمحافظات الشمالية، يعني بوابة رئيسية ومهمة جدا. لكن مع الأسف الشديد بعد حرب مع داعش ودخول داعش توقف هذا المشروع. أنا شخصيا أخذت وفد من قضاء الدجيل ورحت إلى وزيرة الصحة وأوعدتنا على بداية 2016، ولكن كل شيء ماكو. احنا من خلال منبركم ايضا عندنا مستشفى 40 سرير، نسبة الانجاز في 100 سرير بحدود اكثر من 40%، وتوقف المشروع بالكامل. عندنا 40 سرير اللي هو من وزارة الصحة على تمويل صحة صلاح الدين، اكتمل به نسبة انجاز 57%، محتاجين جزء قليل حتى يكتمل. ولكن يعني هل المشكلة بالتمويل أم بالشركة التي تعمل بالمشروع؟ لا بالتمويل، الشركة مستعدة أن تكمل المشروع. أين المشكلة؟ المشكلة بالتمويل، وزارة الصحة ما تمول. طيب وزارة الصحة هي طبعا الإخفاق ما شاء الله في كل مفاصل الوزارة، ولكن الوزارة من الوزارات التي تتحصل على موارد كثيرة يومية. نعم. يعني من مركز صحي واحد في منطقة كأن تكون الضلوعية مثلا 55 إلى 60 ألف نسمة، تتحصل وزارة الصحة أكثر من 10 مليون دينار شهريا إلى 15 مليون دينار شهريا من مركز صحي واحد، فما بالك بمحافظة يعني فيها أكثر من 17 وحدة إدارية أو 18 وحدة إدارية. لا أكيد. لماذا لا تستثمر هذه الأموال تعود إلى المحافظة على شكل مشاريع ومستشفيات كما تحدثت؟ لا هو هي العيب الوزارات هي هاي، يعني هو نقل الصلاحيات يخلصنا من هاي المشاكل. اليوم أكو موارد للمحافظة للبلدية وللمجاري وللصحة، موارد كبيرة جدا. نعم. لكن وين تروح للوزارات؟ اليوم احنا وزارة الصحة أخفقت إخفاق كبير. نعم. في تمويل المحافظة من خلال ما موجود عندها، يعني في باقي المحافظات بحجة الأمن، يعني أنا من خلال راجعت بحجة الأمن والفسخ من وزارة الصحة مع الشركة المنفذة بحجة الأمن، علما قضاء الدجيل قريب على بغداد ومناطق اللي الصامده اللي ما دخلها داعش. نعم. هذه الحجه مشت انسحبت على 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 قضاء الدجيل، وحرم ابناء القضاء اللي تعدادهم اليوم 110 الف نسمه من مستشفى، وكثير من الحالات توفوا بالطريق من خلال نقلهم الى بغداد او الى بلد. نعم. طيب لم يبقى من الوقت شيء، يعني كلمه اخيره في نصف دقيقه. والله نسأل الله سبحانه وتعالى نحفظ العراق وأهل العراق. نعم. وأن يعم الأمن والأمان في محافظة صلاح الدين، وأن يصير تكاتف لكل الجهود حتى ننجح في عملنا في خدمة أهلنا وناسنا، وبالتالي يعم الأمن. نعم. والقانون يسود على الجميع، ونرجع مرة ثانية ونؤكد أن القانون هو أبو الكل والقانون فوق الكل. وإن شاء الله ترجع صلاح الدين بأهلها وعشائرها الطيبة تلتم من وسط من جنوبها إلى شمالها. نعم. وتكون محافظة إن شاء الله للجميع، والعراق إن شاء الله هو يضم الجميع بما فيها صلاح الدين. نعم. بارك الله بك وشكرا جزيلا لك، نأمل أن نلقاك في مناسبات أخرى. حياكم الله وشكرا جزيلا لكم لقناة صلاح الدين، ونتأمل أن تبقى صلاح الدين قناة صلاح الدين في أجواء صلاح الدين، وتنقل
ما يدور في صلاح الدين والإعلام هو حر إن شاء الله ويبقى حر إن شاء الله. تحياتي شكرا لكم وللجميع والمشاهدين قناة صلاح. شكرا جزيلا وشكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. نلقاكم في حلقات أخرى من برنامج لقاء خاص عبر فضائية صلاح الدين.